هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف الأراضي اللبنانية ما أسفر عن إصابة جندي ثالث من قوات اليونيفيل خلال قصف إسرائيلي. يأتي هذا في حين أعلن حزب الله التصدي لقوة إسرائيلية خلال محاولة التسلل للجنوب اللبناني. وسط شجب وإدانة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق لبنان، وفي ظل دعم أكثر من 40 دولة بجانب منظمات أممية لقوات اليونيفيل، لا زالت إسرائيل لا تحترم القانون الدولي وتسعى لتكرار سيناريو غزة في لبنان. مشاهد متكررة من القصف تستهدف منازل سكنية وأبرياء في الجنوب اللبناني ووصلت إلى حد العاصمة بيروت. وفي ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة، حاولت قوة إسرائيلية التسلل إلى بلدة رامية جنوبي لبنان، تصدى لها حزب الله واشتبكت قواته معها. محاولات التسلل الإسرائيلية صاحبها إعلان هيئة، وعلى الصعيد الآخر يعاني المدنيون تحت وطأة القصف بين قتيل وجريح وعائلات فقدت ذويها تحت أطنان الركام. مرتك تحت الردم وبنتي تحت الردم، وأنا ومرت عمي كنا قاعدين بالأوضة الجواني، بس من شدة العصف هيدي المنطقة اللي تأذت، يعني اللي فيها بنتي ومرتي ما عاد شفت شيء، كله أسود. خلصت بنتي من الأوضة تاعتنا، عطيتها لمرت عمي، رجعت جيت لهون لخلصت مرتي من هون. مرتي كانت مدحوشة هون، خلصتها ونقلوها على المستشفى وهلا هي بالآي سي يو، وبنتي الحمد لله صارت أحسن. الوضع في لبنان يزداد اشتعالا يوما تلو الآخر وسط مخاوف من أن يقود المنطقة إلى الهاوية، وهذا ما حذرت منه أطراف إقليمية ودولية، وكانت مصر في مقدمة الدول التي حذرت من مغبة هذا الصراع الذي اندلعت نيرانه بالتزامن مع حرب غزة.